اكتشفنا ان في مصنع لبن اطفال موجود في مصر اسمه لاكتو مصر، بينتج 36 مليون علبة لبن اطفال في السنة، في حين ان احتياج اطفال مصر هم 19 مليون علبة فقط. ومع ذلك اثناء ازمة لبن الاطفال محدش سمع عن المصنع ده ولا جت سيرته، وتم التسويق لان اصل لبن الاطفال ده بنستورده فلازم يبقى غالي، فلازم نرفع الدعم من عليه. ليه؟ لا لا، انا ضد كلمه اكتشاف مصنع للدواء، لان ده مش نمله مستخبيه في جبل على الاطلاق. لا، هو ده غياب المعلومات ودقتها المتوفره لدى متخذي القرار. يعني ازاي بقى عندنا وزاره الصحه مش عارفه ان فيه مصنع لبن على الاطلاق؟ ده كلام غير منطقي على الاطلاق. وبعدين استنى بالصدفه اعرف ان في عندي حد. لا، هو المصنع ده كان موجود واوقف لاسباب فنيه واسباب علميه لمرحلة زمنية معينة، ثم بدأ في التصنيع مرة أخرى، وهذه معلوماتي الشخصية. لما توقف ودوله التصريح بعد كده بعد رفع قضايا وخلافه، ادوله التصريح بأنه ينتج اللبن ولكن يصدره إلى الخارج وليس داخل مصر. فدي عملية معقدة جدا. إيه ده؟ يعني كلام غير مفهوم على الإطلاق، إن أنا أخليه يصدر لبلاد يمكن أكثر تقدما مننا وأمنع دخوله في مصر. فدي كلها عراقيل إدارية غير مفهومة على الإطلاق. وأعتقد إن من الصواب إن إحنا نعود إلى الأصل ونشوف المصنع ده إيه، ونستخدم كل إنتاجه داخل جمهورية مصر العربية قبل ما يطلع علبة واحدة من اللبن. وأعتقد ده اللي هيحصل دلوقتي. إزاي يا دكتور ماهر؟ أساسا مصر بتستورد اللبن الأطفال بتاعها من سويسرا وهولندا وفرنسا. نعم. فإحنا هنصدر لمين طيب؟ لا، احنا هنصدر، احنا عندنا دول الشرق الاوسط كلها، عندنا دول افريقيه كلها نقدر نصدر فيها. لكن الاهم كمان ايه؟ ان ده هيكفي حوالي 70-80% من الاحتياج المصري.